أعزائي الطلبة المحترمين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله العظيم أبدأ هذه المحاضرة من مادة Discrete Mathematics عبر منصة المايكروسوفت تيمز. خبروني الآن كطلاب عن الصوت والصورة. كله نعم تمام دكتور. دكتور. أشكركم. إحنا اليوم فقط سنكمل حل أمثلة على موضوع probabilities. You survey a sample of 1,000 employees at a company and record the age of each. يقول لي عندي sample space فيها 1,000 موظف أو 1,000 عامل كما ترون، وأحصينا وسجلنا أعمار هؤلاء العمال. مثلا من 15 ل 24، 24 عامل، 54 آسف، من أصل 1,000 طبعا. من 25 ل 34 366، وهكذا. آخر شيء اللي أعمارهم من 65 فأكثر 42 عامل. إذن هو الآن أعطاني الإحصائية كما ترونها أمامكم. لنرى ماذا يريد في السؤال. Find the probability of randomly choosing an employee who is between 25 and 34 years old. شو احتمال انه نختار موظف او عامل ويكون عمره محصور ما بين 25 34؟ مين بيعرف يجاوب؟ اذا يساوي كم موظف أعمارهم ما بين 25 و 34 كما ترون على الشاشة؟ 366 على 1,000. أحسنت، 366 على 1,000. بس هذا هو البروبابيليتي، عبارة عن ريشيو بسط ومقام. السؤال الثاني، إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. الجواب السؤال الأول 366 على 1,000. Find the probability of randomly choosing an employee who is not between 25 and 34 years old. ما احتمال ان الموظف اللي اخترناه ان لا يكون موجود ضمن هذه الفئة؟ دكتور تفضل. 634 على 1,000. كيف طلعتها؟ طلعت من 1,366. أحسنت. 634 على 1,000. أحسنتم. يعني هو ما بده الآن، هاي مستثناة. فالحل أحد حلين، يا بجمع هاي وهاي وهذه 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 وقسم على 1,000، أو أقول ما يلي: 1,000 على 1,000 اللي هي 1 طبعا، ناقص 366
على 1000 ويساوي 634 على 1000 ويساوي 0.634. example آخر. Each student cast one vote for senior class president. صار في انتخابات في المدرسة وكل طالب له صوت واحد. صوت واحد يعني الطالب بيقدرش يصوت لطلاب اثنين. خمسة وعشرين طالب صوتوا لعلي، يعني علي أخذ 25% من الأصوات. 25 طالب أو آسف 20% لليث، 55% لسالم. يعني كأنه تقدر تقول ربع الطلاب لليث، آسف لعلي، والنص فأكثر لسالم، وعشرين في المية لمين؟ لليث. طلع علي أخذ 25% احتمال التصويت إله، وليث 20 وسالم 55، مجموعهم طبعا واحد. اخترنا طالب عشوائيا. What is the probability that a student voted for Leith؟ ما هي النسبة الاحتمالية أن يكون هذا الشخص صوت إلى Leith؟ ما هو الجواب؟ عشرين في المية على واحد. عشرين في المية Leith، هاي الجواب. علي 25% محاطيها بالسؤال. صحيح دكتور. سالم طيب ليث أنت سالم ليث أنت سالم 75% ليث أند صفر صفر ليه صفر؟ لأنه مش متقاطعين يعني أحداث منفصلة. مستحيل نعم مستحيل مستحيل يكون في طالب صوت لليث ولسالم at the same time. ليش؟ لأنه نظام التصويت اللي عندهم في الصف صوت واحد one vote طالب واحد. هذا السؤال زي سؤال تاع نوع الدم صح؟ طيب ليث أور سالم ليث أور سالم يعني بده probability لليث أور سالم. القانون 75% probability لليث زائد probability لسالم ناقص probability لليث and سالم. probability لليث 20% لسالم 55% ليث and سالم زيرو حكينا صح؟ صح ويساوي 75%. المثال التاسع. One dice is rolling. رمينا حجر نرد. Find the probability of rolling رقم أربعة لحاله or اتحاد an even number. إذن هو بده probability ظهور رقم أربعة لوحده أو ظهور رقم زوجي. القانون probability للرقم أربعة لوحده زائد probability للأرقام الزوجية ناقص probability أربعة and even. كم احتمال ظهور رقم أربعة في حجر النرد؟
يلا بسرعة، ليش مالكو هيك؟ واحد على ستة. واحد على ستة. واحد على ستة. الآن شو احتمال ظهور أرقام زوجية؟ ثلاثة على ستة. ناقص. شو احتمال ظهور رقم أربعة وفي نفس الوقت رقم زوجي؟ واحد على ستة. اللي هو فيش غير الأربعة، واحد على ستة. إذن الجواب الأخير راح يصير ثلاثة على ستة ويساوي نص. هاي واحد على ستة زائد ثلاثة على ستة ناقص واحد على ستة ويساوي في النهاية نص. بالله بأي لحظة بتشوفوا في مشكلة بالصوت خبروني، لأن أنا حاس إنه في مشكلة ما مش عارف ليش. نفس السؤال الآن. One dice is rolling. Find the probability of rolling an odd number. Odd number ها. Or number greater than two. بدي probability للأود or probability الرقم أكبر من اثنين. طبعا الأور معناها إيش؟ اتحاد. بقسمها حسب القانون probability للأرقام الأود أرقام فردية، probability للأرقام الأكبر من الاثنين، probability تكون أود وأكبر من الاثنين في نفس الوقت يساوي كم بروبرتي للأود أرقام فردية في حجر النرد؟ ثلاثة على ستة. زائد ما هو البروبرتي للأرقام اللي أكبر من اثنين؟ أربعة على ستة. اللي هم الثلاثة والأربعة والخمسة والستة صح؟ صحيح. أربعة ستة. أربعة ستة ناقص إيش هم الأرقام الفرديات أد وأكبر من اثنين في نفس الوقت؟ اثنين على ستة. اللي هم مين يعني؟ الثلاثة ثلاثة والخمسة. اثنين على ستة ويساوي ثلاثة زائد أربعة سبعة ناقص اثنين خمسة على ستة، بتقسمها وبطلع معاك الجواب. شوفوا يعني المادة كقوانين خلاص انتهت زمان، احنا انا عم نعيد بحل الأسئلة. طلع الآن شعبتكم، هاي شعبة اثنين اللي فيها ما يقارب مش عارف 65 طالب، الحضور فقط 22، الحضور 22 طالب صح؟ طيب one card is drawn from deck of 52. إذن هذا السؤال عن إيش هذا؟ يوم بقول لي one card is drawn على أي موضوع؟ عن شدة اللي فيها 52 كارت. Find the probability king or heart. يعني اتحاد. probability بده probability ها probability للking or اتحاد الهارت اللي هو الكبة. صح هاي الكبة صح؟ الكبة. صحيح هذا القانون بس كبة مطعوج، كبة مطعوجة هاي. القانون بروبرتي لمين؟ للكينج زائد بروبرتي للكبة هاي. مزبوط هاي الكبة هي ولا والله أتوقع هي ها. ناقص إيش؟ ناقص بروبرتي كينج and هارت.
يعني مثلنا الكلام اللي بالسؤال بالرموز. الآن هو انسحب بس كرت واحد في صغيره. طب نيجي الآن، شو احتمال الكرت اللي سحبناه شو احتمال الكرت اللي سحبناه يكون كينج؟ أربعة. أربعة من اثنين وخمسين. أربعة من كم؟ من اثنين وخمسين. اثنين وخمسين مش اثنين وثلاثين. زائد شو احتمال الكرت اللي سحبناه يكون كبة بالشدة؟ 13 على اثنين وخمسين. واحد على أربعة. واحد على أربعة. آه أوكي، اللي هي 13 على 52. طيب شو احتمال ناقص، طبعا شو احتمال الكرت اللي سحبناه يكون شيخ اللي هي كينج وكبة في نفس اللحظة؟ شيخ كبة. واحد على شيخ كبة. واحد على 52. كم؟ واحد على 52. فيش غيره، كرت واحد هو. واحد من 52. خلاص الآن بتجمع تطرح 4 زائد 13 17 ناقص 1 18 على 2 لا 16 صح؟ أربعة زائد 13 17 ناقص 1 16 16 اللي هي 4 13 قسم بطلع معك الجواب. طيب خلينا نجي الآن هنا. The probability that a particular knee surgery is successful is 85%. بقول لك احتمال إنه عملية جراحية في الركبة تنجح 85%. أوكي؟ يعني الآن لو دخلنا مريض على غرفة العمليات وبدي اعمل عملية في الركبة مثلا حسب السؤال هذا اللي هون، طبعا هذا السؤال مش علمي يعني بس هو رقمي، تنجح العملية 85%. Find the probability that three knee surgeries are successful. شو احتمال لو دخلنا ثلاث مرضى في ثلاث غرف انها تنجح عملياتهم؟ يعني probability خلني أحكي الآن successful في العملية الأولى and successful في العملية الثانية and successful في العملية الثالثة. طب سؤال، هل نجاح العملية الأولى يؤثر على نجاح العملية الثانية؟ لا طبعا لا. إذا هذا اللي إحنا بنسميه independent events، أحداث مستقلة كل عملية لحال، وعندي بينهم and، إذا بقول يساوي نجاح العملية الأولى ضرب نجاح العملية الثانية ضرب نجاح العملية الثالثة. شوف كيف التقاطع، شو حولناه لضرب لأنهم independent events مستقلين. إذن ويساوي 85% ضرب 85% ضرب 85%، تضربهم بطلع معك الجواب. هذا هو يوم بقول لي find the probability that three knee surgeries is successful، نجاح ثلاث عمليات معناها نجاح العملية الأولى and نجاح العملية الثانية and نجاح العملية الثالثة. هيك ترجمت السؤال. فطالع الجواب عندنا هون 0.5
ستة واحد أربعة ضرب النجاح الأولى في الثانية في الثالثة. حاط لك هنا the chance for success for one surgery is independent independent of the chance for the other surgeries. نجاح العملية الأولى لا يؤثر على العملية الثانية والعملية الثالثة. مثال 13 يقول لك find the probability that none of the three knee surgeries is successful. ما هو احتمال ألا تنجح ولا عملية؟ تنجح ولا عملية؟ يعني كأنه بيقول لي probability العملية الأولى لا تنجح and العملية الثانية لا تنجح لكمبليمنت يعني هيك and العملية الثالثة لا تنجح ويساوي probability S1 complement and probability آسف ضرب S2 complement ضرب probability S3 complement. الآن أعطوني شو احتمال عدم نجاح العملية الأولى أو ما هو احتمال فشل العملية الأولى؟ 15% ضرب والثاني برضو 15% والثالثة 15% وهيك بكون طلع معنا الجواب اللي هو 0.333 0.003. إذن إنهم يفشلوا الثلاث. شوف فشل العملية الواحدة 15% لكن الثلاث عمليات يفشلوا مع بعض 3 بالألف. True or false؟ أنت الآن هذا السؤال من أسئلة الفاينل بقول لك the following events are mutually exclusive and disjoint. يعني بالرسم بالطريقة هاي. A و B هون. هذا إذا كان الجواب true. أما إذا false لازم يرسمه هيك. هاي A هاي B. خلنا نشوف مين الرسم الأصح. الرسم الأولى أم الرسم الثاني. A being born in Irbid. يعني خلنا نقول طالب مولود في Irbid. B studying at BAU يدرس في جامعة البلقاء التطبيقية. من أنسب في الرسم؟ الرسم الأولى أم الثاني؟ ثانية. هنا بكون الجواب true هنا بكون الجواب false إنه بيسألني true or false. شو رأيكم؟ الجواب false. بس مين بيحكي معي؟ أنا من أول محاضرة في صبي وفي شبحكوا معي ولا والله ما نحفظ اسمهم. أنا ملك عائد. ملك عائد والشب الثاني. أنا عبد الرحمن. مين؟ في واحد ثاني. عبد الرحمن مجدي وفي واحد ثاني. عبد الرحمن مجدي. ومحمد البديع دكتور. خليني أقدر أسجلهم عندي شوي هيك. في عندي ملك عائد. ومحمد بديان والثالث عبد الرحمن مجدي. يلا يا ملك ملك قلت لي الجواب فولس. ليش؟
لأنه في احتمال إنه يكون مولود بإربد بدرس بالبلقاء. نعم في طلاب يعني في طلاب وأنتوا كثير بكثير منكم مواليد إربد ويدرسون في البلقاء، إذا في يعني تقاطع هون، فمستحيل يكونوا التو إيفنتس هذولا ديسجوينت، فإذا الجواب هنا فوس. هاي العبارة غلط، يكون disjoint. في طلاب مريد إربد ويدرسون في جامعة البلقاء. هذا السؤال مهم. طبعا الشباب والصبايا يوم الأسبوع القادم في كويز في البروبوريتيز، هذا مهم. بدي أشوف هو هل هو آخر سؤال ولا ظل بعدي شيء؟ لا ظل في example 16-17 دكتور. أي 16 نفس الشيء. 17-17. طيب على كل حال هو نفس السؤال، يعني نفس السؤال 15-16-17 بيحكوا على نفس الفكرة، فالآن راح أحلهم والسؤال مهم. Assume the probability of getting flu is 2/10. احتمال انك تاخذ الفلو له رشح، يعني انفلونزا ورشح 2/10. هاي اول معلومة. اذا احتمال FLU 0.2. Assume the probability of having a higher fever given that flu 9/10. إذن المعلومة الثانية probability fever، شو معنى fever؟ high fever يعني معناها حرارة عالية، حرارة عالية. الآن given that، given كيف، ما هو الرمز الذي يستخدم للتعبير عن given؟ الرمز العمودي، الرمز العمودي هيك الشرط. flu يساوي 9/10. شوف شو أعطاني المعلومات. Find the probability. إذن بده probability of getting flu with، يعني معناها and with and fever يساوي كم. فهو بده من هاي المعطيات، هاي المعطيات نطلع هذا الجواب. طبعا احنا اخذنا قانون الشرط، هذا قانون الشرط probability للفيفر given flu يساوي probability للفيبر and flu على ايش؟ مين بتذكر؟ على probability لمين؟ الفيبر؟ لا الفلو الثاني، قلنا دائما اللي بعد الشرط بيكون اللي بعد الشرط هو اللي على المقام. نعم السهاي الأولى أعطانيها 9/10، البسط هذا هو المطلوب بالسؤال نفسه هذا، إذن هذا X probability flu 2/10.
2 بالعشرة. إذا بيصير هذا الجواب ضرب تبادلي 9 بالعشرة ضرب كم؟ ضرب 2 بالعشرة ويساوي 18. فقط ضربنا هاي بهاي، بس كتبنا قانون وعوضنا بالأشياء الموجودة والمجهول طلعنا جوابه. أيوة. ستاش. Assume the probability of getting flu is 2 من عشرة. والله خلني ألخص probability للفلو، خلني نسميها F لحالة بس 2 من عشرة. Assume the probability of getting fever حرارة 3 من عشرة. probability لمين نسميها؟ بدي أغير الرمز أسميها V 3 من عشرة. Assume the probability of having high fever given that flu 9 من عشرة. كيف بترجمها هاي بالرموز؟ probability إيش؟ high fever إذا ال V given that بحط إشارة عمودية flu سميناها F تساوي 9 بالعشرة. هذا كل ما معي. Find the probability of having a flu given. بده الآن بالسؤال probability للF given that fever B capital. هذا اللي بده إياه. القانون ماذا يقول؟ يلا يا شباب والصبايا، ملك محمد وعبد الرحمن. القانون F F تقاطع V تقاطع V على probability of V. طبعا F تقاطع V مش معطيني اياه صح؟ كيف بنطلعه؟ مش طلعناها قبل؟ طلعناها قبل اللي هي كانت قبل شوي 18 طلعناها قبل قليل صح؟ تمنتاش بالمية أو لو خنقول يعني كان خنقول قبل قليل ما كانش في سؤال نفترض بدنا من 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 هنا المعلومات نيجي على هاي هاي probability v slash f يساوي برضو probability of v تقاطع f على إيش هون؟ على probability للأف. للأف. طبعا هاي معطيني إياها 9 بالعشرة. هاي مجهولة اللي بدنا إياها X. وهاي معطيني إياها 2 بالعشرة. إذا X تساوي كم عندي هون؟ 0.118. فالآن برجع هون. يعني هاي الآن طلعناها اللي هاي ويساوي 0.18 على probability of V 0.3. وضحت كيف؟ وتساوي 50 بالألف دكتور. ها؟ تساوي 54 بالألف. لا 18 ثلاثة هاي تساوي ثمنتاش تقسيم ثلاث ستة بالعشرة ستة ستة نعم تقسيم أنا ضربت
طيب السؤال هذا نفس اللي أخذناه قبل قليل، نفس المعطيات، بقول لي هل الفلو والفيفر اندبندنت؟ يعني هل الفلو والفيفر اندبندنت؟ يعني كيف بدي أعرف؟ يعني إذا واحد بتأثر بالثاني؟ بالقوانين، ها بالقوانين كيف بدي أعرف؟ بالقوانين حتى يكون اندبندنت بدي يكون بروبورتي للأف، صح؟ للأف and الفيفر حتى يكون اندبندنت لازم يكون هذا يساوي بروبورتي للأف لحالها، صح؟ ضرب إيش؟ بروبورتي لحالها. طيب قبل شوي هاي طلعناها، هاي طلع معاي الجواب 0.18، صح؟ نيجي الآن هون بروبورتي للأف 2/10 ضرب بروبورتي للفي 3/10، كم جواب هاي؟ 6%. هل 18% تساوي 6%؟ الجواب لا. شو معناها؟ معناها الفلو والفيفر مش اندبندنت، وانما ديبندنت، واحد فيهم بيتاثر بالثاني. وحتى في الطبيعه الرشح والحراره مالهم؟ هل هم اندبندنت عن بعض منفصلين؟ لا ديبندنت. هو انا اثبتناهم بالارقام. شو حاط لك الجواب حتى يكونوا اندبندنت؟ طلع معي كم الجواب هنا؟ 6% لا تساوي 18، وهو 18% فنط اندبندنت. صحيح يا دكتور. أتوقع هذا آخر سؤال، صح؟ out of class out of a class of 30 students your teacher chooses students randomly to present their projects. في عندي صف في الشعبة 30 طالب، افترض اني انا عم بختار الطلاب يعملوا presentation لمشروعهم randomly. What is the probability؟ المطلوب، ما احتمال probability that he chooses you first؟ شو احتمال تكون انت اول اشي كطالب first؟ احتمال first انت. شو احتمال you اول اشي and اتحاد ولا لا؟ and قال لي and تقاطع and then chooses أحمد second، يعني أول شيء you بعدين أحمد. سؤال، هل الاختيار هنا راح يكون dependent ولا independent؟ يعني هل واحد أثر على الثاني ولا لا؟ لأنه بتأثر. لازم أنا أول بعدين يكون أحمد بعدي. كيف التأثير راح يتم؟ إنه لو أخذت الطالب اللي اسمه أحمد راح يقل عدد الطلاب. أحسنتي، نعم، زي موضوع شدة، سحبنا كارت أول ما رجعنا هوش. الآن بس يختارك أنت أول شيء تعمل برزنتيشن، خلص الصف راح يصير كم طالب فيه؟ 29 مش 30 راح يصير فيه. وبالطالب الثالث راح يصير الصف راح يصير فيه 28، صح؟ صحيح. اذا هون بقول القانون بروبوريتي لليو كيف يكتبها؟ ضرب طبعا، ما دام التقاطع معناها ضرب دائما. بروبوريتي لاحمد، بس شو بضيف هنا؟ بشرط
انه اليو تم اختياره. الجواب هنا 1/30 ضرب 1/29 ضرب 1/29 نعم. طبعا هنا لازم نحط نضيف هنا روبرتي اوف احمد بالشرط ايش؟ طبعا يو طبعا هاي شو بتساوي؟ هاي شو هذا شو بس بتساوي؟ هاي بتساوي انها بتنقصني السامبل سبيس، يعني بدل ما كان السامبل سبيس 30 شو اصبح 29. وهيك اعزائي بنكون انهينا من شابتر الليبراتوريز، حلينا فيه كل الاسئله. طبعا احنا اليوم بلشنا من اي سلايد؟ من اي اكزامبل؟ اكزامبل 7 دكتور. نعم اكزامبل 7 من هنا. نعم الاكزامبل 6 و5 هذا كله شرحناه بالمحاضرة تاع الأونيون والمشروب صح؟ أي دكتور محاضرة الأحد. باقي يعني من 1 to 6 انشرحوا داخل محاضرة يوم الأحد. هلا الأسبوع القادم بإذنه تعالى راح يكون في عندنا كويز في البروبابيلتيز. حد عنده سؤال؟ أمتى دكتور الأسبوع القادم؟ أحد ولا ثلاثاء؟ لا مش الأحد، أكيد مش الأحد. يلا يعطيك العافية، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وعندي طبعا ملك ومحمد البديان وعبد الرحمن مجدي، هاي أنا حاط أسمائهم أمامي إنهم هذول الطلاب اللي شاركوا معي هذا اليوم. وإن شاء الله طلاب كثير شاركت معك، بس مين؟ يبدو إنه في مشكلة. مين كثير طلاب شاركوا. والله ما انا سالت ما انا سالت مين اللي شارك معي، هم هذول اللي رفعوا ايديهم. انت اللي شفتهم يعني، شو اقول لك اجي اتنطح اقول لك يا دكتور؟ لا 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 لاني اسمع لاني انا مش شايف شيء. لو شايف ما سالت، انا بكون دائما عندي جهاز ثاني وانا بشرح اشوف فيه الاسماء، بس اليوم ما عنديش جهاز. نلتقي إن شاء الله، مش مشكلة، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم ونشوف إن شاء الله. هذا حث للمشاركة. السلام عليكم.